مساء الخير استاذ خالد. اهلا وسهلا، مساء الخير يا اخي محمد. اهلا، برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ سعيد، اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الرحلة وأنا عارف مراسلنا هناك فاروق صلاح قال لنا إنه أنتوا كصن داونز وموسيماني ما مشيش من المطار إلا لما اطمن على كل حاجة من البعثة. ده حاجة جميلة، روح جميلة بتعكس، يعني حاجة جميلة. كلمني على الحتة دي تحديدا. البداية يا أستاذ محمد كانت من، طبعا حضرتك انا عارف، انا اللوجيستكس بتاع نادي سان داونز. تمام. انا كنت عملت الذهاب والاياب، الحجوزات وكل حاجه. صحيح. النادي النادي الاهلي حجز بعدين لما وصلنا القاهره بيومين. طبعا الناس قالوا انتوا عندكم اعتراض ان النادي الاهلي يكون معاكم على القاهره، احنا قلنا لا. طب الصوره عشان انت لو ما بتشوفناش دلوقتي على الهواء عشان ننقل للساده المشاهدين، انت وليد سليمان بتنقله، يعني بتدي له رقم تليفون او بتشوفه حاجه على التليفون. انا هتكملي في نفس الموضوع، لكن الصوره دي كمان كنتوا بتعملوا ايه؟ وليد صديق عزيز، طبعا حضرتك انا من زمان هنا مع منتخب مصر. طبعا طبعا. كل الفرق المصريه اللي بتيجي، رامي ربيعه، ياسر، ايمن اشرف، محمد الشناوي، دايما انا مرافق للنادي الاهلي قبل ما يلعب سان داونز لما كان مع زيت. صحيح. بيلعب كل مباريات النادي الاهلي، انا دايما موجود معاه. فتجمعنا صداقه لعيبه، صداقه الاخوه، وزي ما قلت انا قبل كده هم خلاص الثاني هنا. خليني نكمل لحضرتك على موضوع الطيران. فما كانش عندنا اي مشكله خالص، النادي الاهلي زي ما كنا بنقول قبل كده، بيت موسيماني وفريق نادي سان داونز بيكن كل احترام وكل تقدير للنادي الاهلي. لما كنت بنقول كده في التصريحات على لسان بيت موسيماني كانت الناس بتقول وبتتهمنا ان احنا بننيم وبتقول النادي الاهلي الكلام ده، عارف تمام من الصحه. الراجل اتكلم وقال وصرح، انا قابلت النادي الاهلي في الوقت الغلط كان يقصدها. اللي حدث في مباراه السنه الماضيه مش هيحصل تاني، واكد عليه ولسه بياكد عليه. في النهايه دي رساله لكل جماهير مصر وكل الفرق المتنافسه في مصر. ان الرياضه ما هي الا رساله لتوحيد الشعوب. ان فرقه تبقى على زي ما قلتها امبارح وبنقولها تاني مع حضرتك، اول مره في التاريخ فرقتين متنافستين في نفس البطوله والنوك اوف، يعني الخسران خارج واحنا خسرانين 2-0 وجايين على نفس الطياره، منتهى الرقي والحضاره من الفرقتين. لما يوصل هنا فريق النادي الاهلي ويشرف بنفسه المدير الفني باسم موسيماني ويوقف لعيبته ويدي الاولويه للعيبه النادي الاهلي والجهاز الاداري والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، دي ما هي الا رساله. صحيح. رساله لكل الناس قائمين على الرياضه في مصر، ان يا جماعه الرياضه ما هي الا روح رياضيه، كره القدم روح رياضيه. في النهايه هو فريق لازم يكسب. صحيح. فريق لازم يكسب وفريق لازم يصعد. النادي الاهلي كسب شوط في استاد القاهره. لسه في شوط ثاني في جنوب افريقيا، بالتوفيق طبعا للافضل، قلتها قبل كده الافضل يعدي. صحيح. ما احنا هنقابل الاهلي دلوقتي، هنقابل الاهلي السنه الجايه. صحيح. الاهلي السنه اللي بعد، احنا دايما في الشامبيونز ليج والنادي الاهلي في الشامبيونز ليج، فمش هيبقى غير الروح الرياضيه والاحترام المتبادل بين الانديه. تغيير الملعب يا كابتن خالد، خدني بقى الحته الفنيه لتغيير الملعب، تدريب للنادي الاهلي كان في ملعب، وانا عارف ان انت بشكل او باخر برضو نادي سان داونز هو اللي حاجز الملاعب للنادي الاهلي للتدريب، فكلمنا عن تغيير الملعب، هل فايلر اعترض على حاجه في الملعب؟ والله يا كابتن محمد، هو نادي سان داونز عمل يعني ادى للنادي الاهلي ملعبين يختار بينهم علشان يتمرن. طبعا الكابتن سمير عدلي كان وصل قبل بعثه النادي الاهلي، واعتقد ان هو اختار ملعب كليه التكنولوجيا في فيكتوريا. بالظبط. دلوقتي غيروا الملعب، تي يو تي، ملعب ثاني برضو ميسيو فايلر النهارده راح قال لهم انا عايز الملعب ده مش عايز الملعب الثاني. صحيح. نفس اللي حدث معانا في القاهره لما كنا موجودين. انا كنت بشوف الملاعب، ورونا ملعب استاد السلام وملعب بترو سبورت، واحنا في النهايه اخترنا بترو سبورت.
صحيح. ممكن علشان اللوجيستكس وممكن علشان يعني الاختيار، او عينين البصاصين، عينين البصاصين اللي عايزين يبصوا علينا مثلا. طيب بص يا كابتن خالد، احنا عرضنا دعابه دعابه. بص يا كابتن محمد، مفيش بصاصين ولا حاجه. انا على فكره انا ما رحتش كروسيا خالص. لسه انت مش هتروح تشجع الاهلي ولا ايه؟ انا ما رحتش. احنا نهزر، انت اشتغلت لكن تشجع الاهلي في الملعب، لكن انت اشتغلت تشتغل لسان داونز وتشجع الاهلي. ما هو انت في الملعب لا انا مربع قاعد بهزر طبعا براحتي، انما في الملعب لا. هو التصاصيم والكلام ده مش موجود هنا محمد. فريق دوت زي ده مجرد دعابه. هاخدك لحته ثانيه جوه الفرقه. انت لما بتعوز تهزر مع حارس المرمى الاوغندي للفريق لفريق سان داونز زي ما تفكروا بهدف صلاح، قول لي بقى ممكن ده مشكله. دينيس اونيانجو جميل. اونيانجو حارس جميل. لا لذيذ. ولما حصل الكوميك بتاع مصر دوت جماهير النادي الاهلي اعترضت عليه وكده، فانا قلت له، قال لي انا ما بتنطقش بيه اي حاجه، انا صحيح دايما يعني مصر دي على طول على طول. هو موجود في مصر، هو دايما على طول كده يقول لي فرقتك دي. طب انا هخليك بقى ايه اللي هو عارف انت الدعابه اللي بيننا. ايوه هخسرهم لك. اخسرهم لك يعني. طب احنا هنكسبك. انت بقى بترد تقول ايه؟ قول لي بترد تقول ايه هو معاه او مع اي لاعب؟ لو في دعابات بقى قول لي عليها، ولو في بعض اللعيبه تانية ممكن يعني هتغلس عليهم تقول لهم ايه بعد الماتش الاولاني؟ او وتحديدا الحركه بتاعت احمد فتحي. اللعيبه يا كابتن هنا، اللعيبه دي محترفه. اللعيبه دي عارفه يعني كل الجهاز وكل اللاعبين عارفين ان انا بشجع النادي الاهلي. كل يعني غريبه جدا ما حدش يعملها في مصر. تشجع فرقه وفرقه اللي بتلعب حتى على القليله يقول لك يعني خليك بعيد. لا الناس دي محترفه، الناس دي عارفه يعني ايه في النادي الاهلي. لما كنا بنقول قبل كده الناس بتشجع النادي الاهلي، احنا بنشجع النادي الاهلي. لما يطلبوا مني كلهم تيشيرتات للنادي الاهلي بعد المباراه الاولى، يبقى لا في حب للناس. كل اللاعبين طلبوا منك تيشيرتات للنادي الاهلي؟ معظم اللاعبين تيشيرتات للنادي الاهلي والجهاز الاداري. تمام. قيمة النادي. طب انا محتاج منك بقى الدعابات اللي انت بتعملها مع اللعيبه. انا عارف دينيس اونيانجو. لا هم لعيبه، انتوا لو قعدتوا مثلا 100 سنه مش هتكسبوا الاهلي مثلا. مثلا هو ايه اللي هو 5-0 اللي هو كانوا بيتكلموا، انت لو قعدت 100 سنه مش هتكسبوا الاهلي. طب ما احنا عملناها ممكن نعملها تاني. انتوا يا جماعه انكم تعملوها تاني. دي حاجه الاهلي كان نايم. الاهلي كان مش عارف ايه كده يعني دعابات اللي هي اللذيذه. طب احمد فتحي لما قلب اللاعب، خد بالك احمد فتحي انا كان معانا صوره دلوقتي وهو نفس اللاعب وهو بيحضنه في هناك، بس احمد فتحي لما قلت له ولا لسه هتقول له؟ لا 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 مفيش اي حاجه، ده قابلوا حضروا بعض ومع احنا معانا الصور. معانا الصور يا خالد. انا مش شايف، انا مش لا ما انا عارف، ما انا بس بقول لك يعني الصوره بتتعرض دلوقتي. أوكي. اللي بعدها هو احمد فتحي جنبه لعيب سان داونز. لعيب دينيس اونيانجو، حاجه غريبه جدا. دينيس اونيانجو كان الناحيه الثانيه على نفس الكورت الموازي كان محمد الشناوي، لان الاثنين طوال فواخدين اكزيت سيت. فحاجه غريبه جدا يعني، حتى تلاقي كل لعيب ولعيب لعيب ولعيب جنب بعض. واللي هنا لما يقفوا كابتن محمد والناس اللي تستقبلهم الاستقبال دوت بصراحه. بعتني لك الصوره على الواتس يعني، الناس بجد محترمه. حاتم بعت لك، حاتم الشربيني بعت لك الصوره على الواتس عشان تشوفها، عشان نشوف احنا بندوس على هذه القيم. كابتن سعيد معايا كمان عشان احنا هنتكلم حول هذه الموضوع في الفقره بعد ده. احنا بندوس على هذه القيمه وبنعليها لان احنا محتاجينها في مصر قوي دلوقتي. زي ما احنا شفناها وانبسطنا فيها بجنوب افريقيا، واحنا دايما بنقول على شعب جنوب افريقيا شعب متحضر. طيب. شعب جميل يعني. احنا عندنا كابتن لما كنا بنتكلم وبنقول السنه اللي فاتت احنا لعبنا الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي لعب في النهائي، كلنا عارفين المباراه النهائيه الشهيره. كان عدونا الكروي الوداد البيضاوي. احنا بقى لنا 5 سنين بنروح نلعب الوداد البيضاوي. لما السنه دي لعبنا مع الوداد في دوري المجموعات، احنا السنه اللي فاتت خرجنا من ايدي على الفاينل، خرجنا خسرنا 2-1 وتعادلنا 0-0. لما رحنا السنه دي كان استقبال غير عادي من جماهير الولاد. كان جماهير الولاد اللي بتبقى دايما علينا، استقبال كان غير عادي كاننا بنلعب في جوهانسبرج واكتر. تعادلنا معاهم في المجموعات وكسبناهم في جنوب افريقيا، بس علاقه الود هي بقى اللي فضلت دلوقتي. صحيح. فان شاء الله برضو البيت الموسيماني خبط على جماهير النادي الاهلي. صحيح. واعتقد ان هو دخل قلوب جماهير النادي الاهلي اخيرا ان شاء الله يا رب. اخيرا في سؤالين. موسيماني كان منبهر بالجماهير.
ايماني زي ما قلت قبل كده يا كابتن محمد، ولسه هو بيحب المباريات الجماهيريه. تمام. هو مدرب بيحب اخر حاجه، بيحب الكوره. خلاص وصل اخر حاجه طبعا. انت كمشجع، انت كمشجع تتوقع نتيجة ايه؟ كمشجع واضح؟ كمشجع هتروح لضربات الجزاء، هتروح لضربات الجزاء، هتروح لضربات الجزاء. انت كمشجع ومين اللي يفوز بضربات الجزاء؟ لا مش مشجع، انا بنتكلم، انا بقول لك انا بنتكلم توقع كفني دلوقتي. طيب يعني انت تتوقعها نوصل لضربات الجزاء ومين يفوز؟ صعب قوي. الاهلي طبعا. اشكرك جدا يا كابتن خالد، شرفتنا ونورتنا.